مرحبا بكم في قناتي كويزين افيك موا اسماء. واللي مازال ما شاركش في القناه يضغط على الزر الاحمر سابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. شكرا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم اكلة كتجي لذيذة بزاف ورائعة وبمكونات بسيطة. ندوزو المكونات. غادي نحتاجو الستيك بلون دو بولي، وغادي نحتاجو البنجال، عندي الربيع، طوماط، وهنا عندي الزبدة. غادي نحتاجو الفرماج شيدار، فرماج ايمونتال، وهنا عندي الاعشاب بروفانس اللي كنستعملها دائما في لو بلون دو بولي، وعندي الزيت البلديه وسكينجبير طري. وغادي نحتاجو لاصوص طوماط، انا ديجا كنوجد فيها وغادي نوريكم الطريقه من بعد، خليكم معايا. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. كيف شفتوا معايا الطريقه اللي حضرت بها البنجال، قطعته على هذا الشكل. هذا كنظن ان في الفيديو كان واضح لكم كيفاش قطعت البنجال، وضفت عليه الطوماط حتى هي قطعتها طرونش، قطعتها دي رونديل، وضفت الفرماج على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نضيف عليهم من الفوق شويه ديال الربيع مقطع رقيق مع زيت البلديه والملحه، وغنضيف الاعشاب المنسمه، ومن بعد ندخلهم للفرن باش يتحمر. وغنضيف حتى الثومه على الخليط ديال الزيت البلديه والربيع الاعشاب المنسمه. ودابا غادي نضيفهم على الدنجال بهذا الشكل هذا. وغندخلهم للفرن باش يتحمروا.
هنا كيف شفتوا معايا الطريقه كيف وجدت لاصوص طوماط. سلقت الطوماط سيريز اوراق الرند فقط، ودابا غادي نزول اوراق الرند وغادي نطحن الطوماط حتى تكون عندي اون صوص. هنا لاصوص طوماط ديالي وجدات. سلقت الطوماط سيريز باوراق الرند وطحنتها وصفيتها من بعد وحصلت على هاد لاصوص هادي. في المول غادي نوضع فيه لاصوص طوماط، ودابا غادي نوضع لو بلون دو بولي او لاستيك اللي انا حضرت بالفرماج. ودابا غادي نوضع شويه ديال الربيع من الفوق. ونغطيهم بالبابي كويسون وندخلهم للفرن. وهذا هو الشكل النهائي الطبق ديال اليوم، كيجي صراحه لذيذ. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تخليوا لي دي كومونتير. بصحه وراحه، شكرا.